أنا مغربية والحمد لله بناتي مربين بالطريقة المغربية وكيهضروا بالمغربية والوالدة معايا تماك في مصر وحتى الناس اللي معنا في الدار يعني معايا بزاف ديال المساعدات مغربيات كتحسي مدخلي عندها في الدار كتحسي في المغرب يعني أنا ما بعيداش بالنسبة نستقر في أنا عايشة ما بين المغرب ومصر يعني ما يمكنش نغيب لأنه هنا عندي العائلة وعندك دارك خاصك تجي تشوف دارك تشوف خوتك تشوف العائلة ايه انتي مصرية مرحبا منورين مصريين معنا ونص الثانية مصرية راجلي مصري ايه صح واجمالكم عرب وراجلي مصري وراجلي مصري عاد مشى من المغرب تا هو كيبغي تا هو كيعتبر راسو نصو مغربي راجلي حتى هو ولا كينتمي طبعا المغرب ولا كيحسن نص بالنسبة أنا عايشة بين المغرب ومصر يعني بجوجهم بالنسبة لي كنعيش هنا وهنا يعني